عندك مناسبة وعايزة تقدمي حاجة مميزة بس ما عندكيش وقت، تعالي اوريكي طريقة الكب كيك. طعمه لذيذ جدا وطريقة التخزين سهل قوي. في البوليتراكين هنحط 130 جرام سكر، معلقة كبيرة زبدة درجة حرارة الغرفة، وعربة بيضات. هنضربهم مع بعض. هنسايح شوكولاتة اللبن وهنضيفها على الخليط. هنضرب مرة أخرى. 130 جرام دقيق وتلت كوب لبن رايب، نص معلقة بيكنج صودا ونص معلقة بيكنج باودر، رشة ملح، وهنضرب كله على بعضه. وهنحط الحليب في قوالب الكب كيك. هندخل الكب كيك في الفرن تسخن درجة الحرارة 180 لمدة من 20 ل 22 دقيقة. هنحط كريمة الزبدة في الكيس حلواني، والفتحة لازم تكون الشكل ده. هنبتدي نزين الكب كيك زي ما انتوا شايفين. وآتي بوكيتات الورد على كب كيك في 5 دقايق. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.